السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المقاومة دائما معكم يا الخوة ويا الأخواتات. جبت لكم واحد الفيديو قديم لسنة 1979 للشهيد الفلسطيني الحكيم الدكتور الحكيم جورج حبش من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يعني ليزوم أوريجينال. هذا القائد ربي يرحمه إن شاء الله راح زار الشعب الصحراوي في سنة 79، ونخلوا له ليه هو يقول يهضر يعني في الفيديو، وسمعوا مليح وش يهضر. وهذا رد على بعض الجنرالولوات تاع الانترنت لليوم، ولو يتقعدوا بالشعب ويهضروا يعني في التاريخ وفي الاشياء، ويقول لك نسلكوا واللي حب نسلكوا واللي يفتح الحدود نسلكوا واللي ما يستعرض بالصحراء نسلكوا. ما لا، هذا الفيديو راهي ليك مهدية يا المهدية باش تفهم مليح وما تخلطش بزاف الحوايج اللي خاطيك، باسكو راح تقرا قبل، باسكو الاسلام كي جا قال اقرا، يا ما قالش تبع وقول باع. السلام عليكم. تسقط الحلول الاستسلاميه، تسقط الاتفاقيتين، تسقط الاتفاقيتين، حرب التحرير الحقيقه، الحقيقه إدارة الشعب الفلسطيني، إدارة الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني والصحراوي، الشعب الفلسطيني والصحراوي، الشعب الفلسطيني والصحراوي، تسقط الحلول الإسلامية، تسقط الحلول الإسلامية، تسقط الحلول الإسلامية، حرب التحرير، الحقيقة، الحقيقة، إدارة الشعب الفلسطيني. يا جماهير شعبنا الصحراوي المناضل البطل، باسم جماهير شعبنا الفلسطيني، باسم جماهير مخيم الوحدات ومخيم تل الزعتر، باسم الثورة الفلسطينية، باسم كل مقاتل ومناضل في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باسم هؤلاء جميعا وباسمي أحييكم، أحيي نضالكم، أحيي بطولاتكم، أحيي تضحياتكم، أحيي إيمانكم بقضيتكم العادلة، أحيي الإنجازات التي حققتموها في معارككم البطولية ضد الاستعمار الإسباني، ضد النظام الملكي الخائن العميل في المغرب. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، لقد تتبعنا نضالاتكم منذ عام 1973 يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، شهرا بعد شهر، عاما بعد عام. تتبعنا كفاحكم البطولي ضد الاستعمار الإسباني حتى فرضتم فرضا على هذا الاستعمار أن يفكر بالجلاء عن أرض الوطن. وبعد ذلك، بعد ذلك تتبعنا أيضا نضالكم البطولي ضد القوى الرجعية في المغرب العربي
ضد العميل ضد العميل الملك الحسن الخائن. عاشت الثورة الفلسطينية، عاشت الثورة الفلسطينية، عاشت الثورة الفلسطينية، عاش التضامن بين الثورتين، إطار الشعب الفلسطيني. وعندما توجه نضالكم ضد الرجعية المغربية ازداد انتفاقنا بثورتكم، ازداد اهتمامنا بنضالاتكم. بدأنا نشعر انكم تقاتلون معنا في الخندق الواحد ضد اعداء الثورة الفلسطينية. نعم ضد اعداء الثورة الفلسطينية. فنحن في الثورة الفلسطينية لا نواجه إسرائيل والصهيونية فقط، بل نواجه الرجعية العربية المتحالفة مع الحركة الصهيونية. نحن في الثورة الفلسطينية نعتبر العميل الحسن الثاني عدوا لنا كما هو عدو لكم. وعندما تمت اتفاقية كامب ديفيد بين النظام المصري العنيد والكيان الصهيوني، ارتفع صوت الحسن الثاني الخائن ليقول بأن تحالف العرب مع التكنولوجيا الصهيونية هي التي ستجعل من هذه المنطقة جنة، أي أن الحسن الثاني الخائن هو أول من دعا إلى تحالف الرجعيين العرب مع الكيان الصهيوني. ولهذا فنحن ننظر بإعجاب شديد إلى نضالكم البطولي ضد هذا الخائن العميل. باعتزاز كبير أسجل إعجابنا بنضالات شعبنا البطل في الصحراء العربية. واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أعلن تضامننا استراتيجي معكم حتى تحقيق كامل أهدافكم على أرض الوطن. ما الذي لمسناه أثناء وجودنا بينكم؟ بالأمس زرنا مدرسة 9 يونيو، وبالمناسبة تذكرت هنا الرفيق الشهيد الولي الذي مثل بالنسبة لرفاقه وبالنسبة لكل الثوريين العرب مثلا في القيادة، وكيف تكون القيادة الثورية ملتصقة بالجماهير تخوض معارك الجماهير جنبا إلى جنب على رأس المقاتلين. في زيارتنا للمدرسة لمسنا المجهودات التي تبذلونها رغم كل الصعوبات ورغم كل المتاعب لإنشاء وتربية جيل ثوري يبقى ملتصقا بقضيته الوطنية. واليوم ما الذي شاهدناه اليوم بالذات؟ اليوم ذهبنا مع الرفيق محمد الأمين والرفيق أيوب لنشاهد ميدانيا المعركة البطولية التي خاضها رفاقنا في جيش التحرير الشعبي معركة محبس. يا وحدة يا سلام، يا وحدة يا مرحبا.
انه نحن كعرب مفروض تكون بنادقنا موجهه ضد الصهيونيه في الحقيقه، ضد الامبرياليه، ضد العدو المضطهد كل الشعوب العربيه. فاحيانا بتمر الانسان في حياته فتره طويله بيكون فيها بيمارس مهمات بدون تفكير الحقيقة، بدون تامل، ويمكن الأنظمة الرجعية بتراهن على هذا الموضوع حتى تبقى تستعمل الإنسان العربي آلة بيدها لخدمة أهدافها الحقيقة، لخدمة مخططاتها. لا تكرهوا أمرا لعله خير لكم، لعلها هذه فرصة فعلا للتفكير، التفكير الحقيقي، التفكير التأمل والتأمل الحقيقي. أنا متأكد أنه بين إخوانكم يعني الثوار، لأن الثوري بيحترم الإنسان وبيعرف قيمة الإنسان، أنا متأكد يعني انه سيوفروا لكم كل فرصة يعني للتأمل والتفكير وإعادة النظر. انا بقصد بالتأمل والتفكير يعني، عفوا لا تواخذوني، بس بصراحة يعني طبعا الملك الحسن كان يستعمل الجيش وابناء الشعب اداة بيده لخدمة مخططه. ما بعرف اذا بتعرفوا يعني الملك الحسن الحقيقة هو بالنسبة لنا كفلسطينيين اللي مهد بكنديبة، وهذه حقيقة يعني مش عم نتجنى احنا عليه. قبل ما يزور السادات القدس، ما بعرف اذا طبعا يمكن وسائل الاعلام عندكم ما بتسمح لكم انه تطلعوا على هذه الاشياء، بس قبل ما يزور السادات القدس كان حسن التهاني مصري، مسؤول مصري، اجتمع مع موشي ديان وزير خارجية إسرائيل في المغرب. في المغرب الترتيب تم طبعا بإشراف الملك الحسن، وهذه مش أسرار الحقيقة، مش أسرار، أذاعت عنها إسرائيل، أذاعتها رسميا في إذاعات. أنا قارئ المقابلة التامة الحقيقة اللي أعلنت فيها إسرائيل يعني عن هذه المقابلة، معناته موضوع كامب ديفيد اللي طبعا كل الجماهير العربية واقفة ضده كان بإشراف الملك الحسن الحقيقة الثاني. أساسا هو ما خجل، كان له تصريح رسمي يعني لما زار السادات القدس، طبعا صار في ضجة جماهيرية لأنه كل الناس ما تحملت أنه ترى حاكم عربي يعني يخر أمام الصهيونية اللي هي شددت الشعب الفلسطيني. فكان له تصريح أنه التعاون يعني بين العبقرية الصهيونية اليهودية والأموال العربية بخلق جنة في المنطقة، يعني هو أول من دعا للتحالف الحقيقة يعني بين العرب وبين الصهيوني. احنا مش عم نتجنى عليه طبعا يعني قضيته هون. ما بعرف، كان لازم تطرحوا على نفسكم السؤال التالي، انه يعني اذا الملك الحسن حريص على الارض هون وبيعتبرها جزء يعني من الوطن المغربي، يا ترى ليش ما قاتل الاسبان الحقيقة من عام 36؟ لازم الحقيقة نطرح على أنفسنا هذا السؤال. يعني أنتوا تعرفوا إسبانيا محتلة الأراضي الصحراوية من عام 36، طب إزاي، ليش يعني الحسن يعني ما أجته وطنيته حبه للأرض إلا بعد ما الثوار هون اللي هم اضطروا فعلا يعني الإسبان إنهم يخرجوا. طبعا تدخله كان خوفه يعني من أفكار ثورية، من آراء تقدمية بدأت تطرح نفسها هون، وفي خوف إنه فعلا تتمدد يعني وتهز عرشه. سلام ولا ما بسم الله وبعون الله.